عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بصحه وراحه. النهارده عندنا حلقه بطاطس، بس لعشاق البطاطس ومفيش اختلاف عليها، يعني كل الناس اساسا بتحب حاجه اسمها البطاطس. هنعملها باشكال كتيره، اشكال مختلفه، جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. اول وصفه عندي بطاطس بالبشاميل، صينيه كده، صينيه بشاميل حلوه جدا، تدخل الفرن تطلع يعني زي ما قال الكتاب. بس برضو لو عايزة صوص البشاميل بس لوحده، سجلي معاكي البشاميل لوحده وخلي البطاطس سبدليها بمكرونة، سبدليها بخضار، بكوسة، باللي انت عايزاه. بس الصينية بالبطاطس بصراحة بتبقى حاجة وهمية. أول حاجة هحتاج فيها بطاطس تكون مسلوقة نص سلقة في مية مملحة ومعاها شوية كمون، وده ضروري جدا عشان أسلق البطاطس بتاعتي وتديني النكهة اللي أنا طالباها. هحتاج مع البطاطس، هما خلطتين، البشاميل لوحده والبطاطس لوحده، هحتاج شوية شبت، شوية بصل، وشوية ثوم، وكمان معاهم شوية من الكزبرة الجافة أو الناشفة، طبعا معاهم مادة دهنية اللي تختاري، زبدة، سمنة، زيت، براحتك على الآخر، بس زيت زيتون لا مش هينفع فيها. عندي صوص البشاميل هحتاج فيه حليب، كريمة، نشا. النشا ممكن استبدلها بالدقيق، ممكن استبدلها بدقيق الشوفان، ممكن استبدلها بدقيق القمح، كلهم هتبقى معاكي حلوة، بس انتي لك الاختيار. بس هي الفكرة كلها انها بالنشا بتبقى خفيفه جدا. طيب نيجي لللبن والكريمه، كتير عليا يا زوزو، شيلي الكريمه وخلي اللبن، خلي الكميه كلها لبن. كتير عليا برضو اللبن، شيلي يا ستي نص الكميه بتاعت الكريمه، او شيلي الكميه بتاعت الكريمه استبدليها بالميه، هتبقى معاكي برضو حلوه قوي. عندي جوز الطيب رشه بسيطه خالص، عندنا لبن بودره ممكن نلغيه وممكن نحطه، ممكن نستبدله بقشطه براحتنا خالص. عندي فلفل ابيض مش اسود، شويه ملح طبعا، وعندي توابل مشكله، اي طعم، فراخ، لحوم، توابل بطعم الخضار براحتنا خالص، زبده او سمنه براحتنا برضو، ونوعين من الجبنه مشكلين براحتنا خالص برضو. ناخد اول حاجه، هاخد انا نص زبده ونص سمنه، هنعمل ميكس حلو قوي 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 قوي. هعمل كده، طيب انا لو عايزه، لو حابه اشيل، عندي كمية لبن والكريمة كتير عليا، لو عايزة أشيل الكريمة هحتفظ باللبن وهعوضها باللبن، يعني هعوض المقدار اللي عندي ده بدل الكريمة هحطه كمان لبن. لو ما عنديش المقدرة اني حتى اللبن بالنسبة لي كتير، هعمل ايه؟ هاخد بدل الكريمة، بديل الكريمة عندي في الوصفة اللي انا بديها لكم دي، هنستبدلها مية. وضحت كده؟ اهو هاخد شوية من الزبدة وهحط شوية سمنة، أنكهها كده بطعم السمنة الحلو جدا اللي بيديني طعم حلو قوي. الموضوع هنا بيبقى مختلف، يعني النشا ما بحطهاش وخليها تتشوح، لا أنا بحط التوابل بتاعتي وبعد كده ببتدي أنزل بالحليب بتاعي والكريمة بتاعتي وكمان اللبن البودر. لبن البودرة بقى هنا دوره ايه؟ بيديني نكهة حلوة قوي 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 قوي. هنا عندي رشة من جوز الطيب، عندي كمان التوابل، عندي كمان الفلفل الابيض، وما نكترش من الفلفل الابيض لانه بيبقى حار، او بيبقى نسبة الحرارة بتاعته بتبقى اعلى من الفلفل الاسود، بيبقى الموضوع صعب قوي. بنزل هنا بالتتبيلة بتاعتي وأقلبها، هتبتدي تديني طعم على طول. هنزل بإيه؟ هنزل بالحليب بتاعي والكريمة بتاعتي، يعني حاجة على طول كده أهو، ما سيبهاش تتحرق معايا، ما سيبش التوابل تتحرق، نأكد على الحتة دي وابتدي أنزل هنا بالكريمة، وبعد الكريمة هاخد الحليب. طيب لو عايزة الغي الكريمة دي، حطي بدلها حليب او مية، يعني شوفي بدليها باللي انت عايزة، يا حليب يا مية لو هي بالنسبة لك كتير. وهحط الحليب بتاعي وهي لسه باردة، لسه باردة، بنزل باللبن البودرة، وناخد ويسك في المرحلة دي، مضرب يدوي حلو كده، ناخد حاجة كده، واخد النشا، وهبتدي انزل بالنشا دلوقتي حالا. ندرة ازيك يا روحي؟ زوزو يا ازيك؟ زوزو يا حتة سكارة، الله صوتك حلو يا ندرة. بحب حضرتك جدا. وانا بحبك من غير حضرتك بقى لسه مغنيالي.
مسا زوزو. قولي لي يا روح قلب زوزو، عايزه نعمل لك ايه؟ لا طبعا يعني تعملي لي اكتر من كده. يا رب يخليكي ليا يا رب حبيبه قلبي. كنت عايزه اسلم على حضرتك وعلى كل الناس اللي عندك. الله. وعلى اهلك. الله. حضرتك وعلى كل المغربيين. حضرتك برضو، حضرتك برضو زوزو زوزو. ما بعرفش اغير حضرتك. حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا رب، وسلمت عليك العافيه والخير والراحه ان شاء الله يا رب. حطيت النشا عشان ما تكلكعش مني، بحطها في الاول مع الحليب بتاعي والكريمه والتوابل. هفكركم انا عملت ايه. حطيت سمنه والزبده، خدت شويتين، هو انتم ممكن تاخدوا نوع واحد او زيت، نستبدلهم بالزيت، وحطيتهم. حطيت عليهم التوابل، اول ما ساحوا معايا حطيت التوابل بتاعتي، وابتديت اعمل ايه، ابتديت اخليهم بس ريحتهم احمصهم شويه بسيط، ريحتهم تبتدي تطلع. بعد ما ريحتهم تطلع اعمل ايه، اقوم نازله بالكريمه بتاعتي والحليب بتاعي. الكريمه كتير عليا، هستبدلها يا بميه يا بحليب. خلاص بعد ما بقلب اقلب اقلب وتبقى معايا حلوه جدا، بنعمل ايه مره كمان، بنقوم واخدين الحليب البودره برضو حاطينه ومقلبين هو والنشا بمضرب يدوي كده، واقلب ما سيبش ايدي منها، لانها النشا هنلاقيها مسكت في ثانيه، يعني في ثانيه واحده هتلاقي معاكي النشا بقت ربطت معاكي الصوص البشاميل بتاعك. عايزه تستبدلي النشا بالدقيق، هتحمصي الدقيق الاول عشان ما يبقاش خشن معاكي، لان النشا ناعمه جدا. هنحمص الدقيق الاول مع التوابل، وبعد كده نضيف المكونات بتاعتنا براحتنا خالص. اهو خليني اعلي عليها النار شويه كده ونحطها هنا في النار اعلى. عايزه احضر حاجه. احضر ايه بقى؟ اخد هنا شويه سمنه فاضله عندي. يلا طالما احنا طبخنا بالسمنه نعمل ايه هنا كمان، شويه سمنه اهو، خليها تسيح معانا. اول ما تسيح احط اشوح فيها البصل مع الثوم مع الكزبره الناشفه بس كده، وفي الاخر اقوم ضايفه لهم ايه، اقوم ضايفه لهم شويه من الملح، رشه بسيطه خالص، يعني مش عايزه كتير، لاني اساسا انا عندي هنا ملح، عندي البطاطس معموله في ملح، فبوزع كميه الملح اللي انا هحطها براحتي على الاخر. اهو 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 هنا السمنه بتاعتي خلاص بقت تمام وحلوه وجميله. هنزل بالبصل اللي عندي. نزلت بالبصل بالشكل ده، يعني تقليبه بسيطه، استناه يبتدي يتشوح معايا او يدبل. البصل يكون مفروم ناعم جدا، او يكون معمول في مبشره، مبشره تكون ناعمه، يعني نعميه على قد ما تقدري. الشمل بتاعي طبعا ابتدى يمسك نفسه، لازم اقلب. هنا البشاميل ده بيبقى معاكي سايل شويه او سايح شويه، يعني ما بيبقاش القطعه بقطعتها زي ما ناس كتيره جدا بتبقى عايزاه. لو انت عايزاه القطعه بقطعتها، كل اللي هتعمليه حاجه واحده، هتستبدلي لي النشا بالدقيق تمام، وهتزودي معاهم معلقتين كبار من النشا، لا اقل ولا اكتر، يعني بديل النشا هنا دقيق نفس الكميه، وتقومي حاطه معاهم زياده معلقتين من النشا. مريومه سلام عليكم. يا بنات يا بنات يا بنات، احلى بنات والله، احلى يعني. انا بتدلع النهارده قوي. حبيبه قلبي ربنا يخليك يا رب، انتوا احلى بنات واحلى دنيا في الدنيا كلها. يعني انت عارفه اقول ايه حضرتك برضو؟ حضرتك ماشي ماشي، انا هسمي خلاص بدل زوزو حضرتك، طالما انتوا مش عايزين تقولوا لي زوزو. خلاص انت زعلي زوزو. ايوه كده زوزو بس. قولي لي يا روح قلبي عايزه نعمل لك ايه؟ زعلك عندي يعني حاجه قوي يا حبيبه قلبي. ممكن اعرف طريقه الشيبسه فين؟ يعني اقعد اتفرج على حضرتك كده بكره الشيبسه. حبيبه قلبي عينيا الاثنين، شوفي انت عايزه ايه وانا اعمله لك، لان انا ما سمعتش. شوفوا لي بليز ممكن. صح، وانا حبيبه زوزو هتكلميني تاني عشان اقول لك الموضوع ايه، واعرف انت طلبت ايه، لان انا فضلت ودني معايا يا بنات يا بنات، ونسيت الطبخات خالص. هنا حطيت الجبنه بتاعتي، بصوا هي مسكت حلوه قوي. انا بقى هنا همسكها بس بفوطه واقعد اقلب فيها حلوه قوي لحد ما تسيح معايا، والبصل كمان يكون اتحمر معايا. تيجوا نطلع فاصل ونرجع على طول ولا ايه؟ يلا بينا فاصل ونرجع على طول، خليكم معانا. We'll be right back.
رجعنا لكم من الفاصل. طبعا بصوا عندي هنا البصل بتاعي اتحمر وبقى حلو جدا وجميل قوي. هعمل ايه؟ اول ما يوصل لدرجه اللون دي اهي ذهبي، هقوم نازله بالتومه بتاعتي وكمان بالكزبره الناشفه وزي ما قلت لكم رشه ملح، رشه مش ملح كتير، رشه بسيطه خالص، واقلبها تقليبه حلوه قوي 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 كده اهو. مش عايزه اسوي التوم لان انا لسه هدخلها الفرن، تقليبه بس كده. ونيجي هنا، هنا حطيت انا صوص البشاميل الاول، حطيت طبقه بطاطس وحطيت عليها صوص بشاميل تاني بالشكل ده، وهبتدي انزل بالبصل بالطريقه دي. حلو، طيب نزلنا بيه بالشكل ده وتمام وكل حاجه زي الفل. هاخد بقى باقي البشاميل اللي هي شوفوا عامله ازاي اهي مع التشيز، بتبقى حلوه قوي. هعملها لكم كده اوكي اهو. ابتدي اخد بقى باقي الصوص اللي عندي، عايزه اقول لكم تبقى حلوه قوي، مش عايزه تدخلي جبنه فيها، ما تدخليش، براحتك على الاخر زي ما تحبي وزي ما تفضلي. زينب يا زينب سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله يا رب دايما يا روح قلبي. امري امر. ممكن اغني لحضرتك حته كده صغيره؟ ايه؟ ممكن اقول لحضرتك حته كده من غنى؟ اه طبعا اه طبعا. ماشي، اغنيه كده يا قلبي. اه اتفضلي. طبعا يا سلام. كده يا قلبي تجري ريقي، يعني حضرتك جريتي ريقي، يعني اول ما شفت كده جريتي ريقي. تجر ريقي، خدي خدي. ها انا مستنيه الاغنيه تكمل يا زينب. انا عارفه نادرة ومريم. ها قولي لي، بحاول اسمعك لان الصوت بعيد. نادرة، طيب كلميني تاني يا روح قلبي. الصوت بعيد جدا بالنسبه لي، ما ببقاش سامعاه حلو قوي، بس يسلم لي صوتك وروقانك والطاقه الايجابيه اللي فيكي ما شاء الله. الله اكبر، يا رب دايما كده كل الناس كده يبقى عندها طاقه حلوه جدا وايجابيه جدا، وننسى الهم شويه بقى، كفايه بقى هم ومشاكل ودوشه، كفايه كفايه كفايه. باخد شويه شبات ممكن ادخله في البشاميل وممكن اخليه كده، وانا العاده السيئه اللي فيا هاخد هنا شويه من الجبنه واقوم ناخدها من هنا بس كده، ونقول كنزي اهلين وسهلين. اهلا كنوزه. هلا يا زوزو. اهلا يا قلب زوزو. انا عامله ايه؟ انا الحمد لله يا روح قلب زوزو. انت عامله ايه؟ طمنيني. الحمد لله يا رب دايما يا روح. انا كنت عايزه اقول لحضرتك اني بحبك جدا. وانا بحبكم قوي 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 قوي. عايزه اسال على طريقه عمل كيك بالشوكولاته، بس عايزه يعني حاجه زي اللي هي من بره. عينيا الاثنين حالا، يعني هنديكي كيكه شوكولاته حلوه قوي كانك مش جايباها من بره، كانك سافرتي بره اساسا وجبتيها، يعني مش من بره بس محل، لا كانك جبتيها بجد من بره. احلى كيكه شوكولاته بقى. اهو عندي بطاطس حلوه قوي، بطاطس القورمه بتبقى رائعه جدا وبتبقى جميله جدا في الاكل وحاجه بصراحه تحفه، وهنعملها بطريقه سهله قوي قوي قوي. كل اللي هنحتاج فيها بصل اخضر او كرات، بطاطس قورمه تكون معموله بالشكل ده مسلوقه حلو قوي، ونغسلها من بره حلو قوي. ازاي نغسل الخضار ونتاكد في الزمن اللي احنا فيه ده او في الفتره اللي احنا فيها دي بتاعه الفيروسات والمشاكل؟ ننقع اي خضار اي فاكهه في خل وميه نص ساعة، وبعد كده نشطفهم مية جارية حلوة قوي، وبعد كده نتعامل. البطاطس من الحاجات اللي بتبقى القشرة بتاعتها شايلة بلاوي، لازم ندعكها في فرش اللي هي بتاعت الغسيل، بناخد واحدة نخصصها للخضار بس. الحاجات الخشنة أو الفاكهة الخشنة زي البطيخ زي الكنتالوب زي البطاطس تتغسل بيها حلو قوي 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 قوي، وبعد كده تتنقع في مية وخل، وبعد كده نغسلها. يبقى بطاطس قورمة مسلوقة، ممكن نعملها بالوجز، ممكن نعملها بطاطس عاديه لو مش متوفره عندنا، ونقسمها نصين. معلقتين كبار من الثوم المفروم، زيت زيتون، شيدر،
شيدر احمر، ممكن تعملي اي نوع جبنه بس الشيدر الاحمر بيديها طعم حلو قوي. عندنا بصل اخضر مفروم ممكن نستبدله بكرات او شويه كرفس، وعندنا ملح فلفل اسود زعتر وكاتشب ومايونيز للتقديم. الموضوع بسيط جدا. شوفي بقى، نثبت الصينيه بتاعتنا كده بكام بطاطسايه ونعمل احنا كده اهو، شايفين؟ اسهل من كده مفيش. شايفه بسيط الموضوع ازاي؟ وتعملي ايه بالهراسه، بس لازم تبقى مسلوقه حلوه قوي. وابتدي اهو كده، عايزة اقول لك حتى اطفالكم هينبسطوا بيها جدا، وانتوا الصراحة يعني هتعجبكم قوي 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 لو جربتوها. حاجة كريسبي حلوة قوي بدل البطاطس المقلية وبس. يعني احنا ولادنا بيجننونا بحتة عايز بطاطس محمرة يا ماما، عايز بطاطس محمرة، خلينا نعمل لهم تغيير شوية. البطاطس بتاعتي مستعدة انها تخش الفرن، بس قبل ما تخش الفرن لازم اعمل فيها حاجة بسيطة. زيت زيتون مش زيت عادي، ممكن تعملي زيت عادي بس زيت زيتون صدقيني هيبقى الموضوع احلى واحلى. هاخد معلقة وكيكة شوكولاتة اللي احلى من الكيكة اللي جاية من برة موجودة على الشاشة، عبارة عن 2 بيضة، كوباية زيت، كوباية ونص من الدقيق، كوباية سكر، وكوباية لبن، وكمان عندنا نص كوبايه من الكاكاو البودره، يفضل انه يكون كاكاو خام، ومعلقه صغيره من الفانيليا، معلقه كبيره من الخل، وللتزيين جناش شوكولاته او اي شوكولاته كريمي، اي حاجه زيني بقى باللي انت عايزاه. عندي هنا التومه، هعمل كده اهو، هفرق التومه عليها بالشكل ده. عايزه اقول لكم الوصفه دي بسيطه جدا وسهله قوي، وكلكم ممكن تقوموا دلوقتي حالا اساسا تقوموا حاطين البطاطس تسلقوها وانتوا معايا وتقولوا لي رايكم فيها ايه. خليني اقسم الثوم اهو، ناخد من هنا كمان شويه اهي اهي اهي، ايوه كده عشان تبقى كلها بالثوم. طيب حطيت التومة بتاعتي وزبطت الدنيا وكله تمام. عندي دلوقتي حاجة، عندي زعتر في الأول، زعتر ناشف أو عادي براحتك خالص، بس الفريش هيبقى معاكي أحلى. ممكن تعملي أي أعشاب عندك براحتك على الآخر برضو. هاخد بقى الجبنة بتاعتي، خليني أحط كده أهو، هتطلع حاجة روعة روعة، بمعنى روعة يعني حاجة ما شفتوش قبلها كده، تبقى طعمها حلو قوي وجميلة جدا وتجنن وسهلة قوي، ووصفة من الوصفات البسيطة جدا ممكن تقدميها مع الستيك، مع الكوردن بلو، مع السكالوب، مع البانيه، يعني ممكن تعمليها مع حاجات كتيرة جدا تبقى معانا، بتبقى رائعة قوي قوي قوي. هنا كمان اهو حطينا كل حاجه، ازود بس هنا شويه واعمل كده، وفاضل لنا اخر خطوه وهي، وده ضروري جدا، ممكن نقدم معاها ساور كريم لو احنا عايزين، برضو بيبقى حلو قوي. ممكن نحط عليها هاليبينو، ممكن احط على البطاطس دي شويه لحمه مفرومه متعسجه لو عندي، سوسج، اللي انا عايزاه، هوت دوج، اي حاجه اي حاجه، سجق، شويه سجق كده قطعيه وفرميه واعمليه. احمد سلام عليكم. وعليكم السلام. الو، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام يا رب دايما يا حبيبي. اؤمر. انا عايز بس اعمل اهداء لبابا وماما. لماما وبابا؟ اه، واخواتي. طيب كمان قولي انا سامعاك اهو. واخواتك كمان، ربنا يخليهم لك يا رب. عايز تقول لهم ايه؟ قولي. انا عايز بس اقول اسم فريده والحبيب على الهوا. حبيبه، الحبيب وفريده. الحبيب وفريده، بوجه لكم تحيه كبيره جدا وببوسكم، وربنا يخلي لكم اخوكم احمد الجميل ويخلي لكم ماما وبابا يا رب، وسلم عليكم كلكم يا حبيب. الحبيب وفريده اهو اهو، زيت زيتون بالشكل ده، شايفين؟ بنزل عليهم كده. جهزت معايا
لما تطلع ارش عليها شويه زعتر وتبقى معايا تمام. هدخلها الفرن وخليها شويتين حلوين. احنا هندخل حاجه ونخرج حاجه، شوفوا عشان نقدم كمان الحاجات الحلوه اللي طلعت وبقت جاهزه معانا. الله بصوا المنظر اساسا مغري روعه. اوه خليني اوه بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة من الحاجات الجميلة جدا واللي طعمها حكاية، ممكن تزينيها باللي انت عايزاه، بس أهم حاجة تتاكل سخنة لأن البشاميل فيها جبنة، والجبنة دي هتلاقيها طالعة كده بتعمل حركات حلوة قوي معاكم وبتشد معاكم. لو عايزة تشيلي الجبنة شيليها خالص، عايزة تخلي البشاميل أهدى شوية وأخف شوية سايلة شوية ممكن تخليها تقللي نسبة النشا براحتك خالص، بس هي تبقى معاكي حلوة بطريقة رهيبة. نطلع فاصل ونرجع على طول عشان لسه عندي قرص بطاطس حلوة قوي كده على الفطار، حاجة شبه الطعمية بس على أحلى وأقوى كمان. خليكم معانا. رجعت لكم من الفاصل، بحضر شوية زيت كده عشان إيه نعرف نتعامل بيه، يكون سخن معانا ويكون حلو. عندي وصفة حلوة قوي وجميلة جدا، وصفة يعني مشبعة قوي وغنية جدا بحاجات كتيرة قوي. سجلوا معايا المقادير لأنها لا تقاوم. شوية رز بسمتي أو عادي يكون مسلوق، مسلوق أو عندك من بواقي الأكل بتاعك اعمليه يبقى حلو قوي. شوية بطاطس برضو، لو عندك بطاطس مسلوقة باقية اهرسيها لي أو بشوريها براحتك خالص. عندي شوية جبنة، أي نوع جبنة عندك تفضليه. عندي كمان جزر مبشور، عندي شوية نشا، شوية بقدونس، بيض، وكمان نعناع مفروم بيخلي لي الطعم حاجة تانية خالص. التتبيلة بودرة ثوم، بودرة بصل، ملح، فلفل أسود، كركم وبابريكا وكمون. يلا بينا نبتدي كده وكده، كله على بعضه بقى، يعني مفيش حاجة مش على حاجة، كله على بعضه أهو. نقرب الحاجات دي، والبيض منكسرش، بيض كتير، نعناع، نشا ده ضروري جدا، والتتبيلة كمون على بابريكا اللي هي التحميرة، كركم، الخرقوم البلدي، بودرة ثوم، ممكن استبدلها بثوم عادي، وبودرة بصل، وملح وفلفل اسود. احلى مدام يسر في الحياة كلها. حبيبة قلبي ازيك يا روحي؟ ازيك عاملة ايه؟ وحشاني 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 وحشاني. ده انتي وحشاني لحد المغرب يا زوز. يا روح قلبي. يا روح قلبي. ازيك يا روحي؟ انا عامله ايه؟ الحمد لله. انت ازاي حضرتك؟ طمنيني عليك. الحمد لله يا روحي. الفوم دوتير النهارده اتدلعت اخر دلع. شفتي؟ مفيش احلى من الفوم دوتير صراحه. اتدخن شويه بس يلا اهو. لا بسم الله ما شاء الله، دي وصفات فعلا مبتكره وجديده يا زوزو. تعالي يا مدام يسر كلي معايا احلى بطاطس حلوه قوي. وبعدين احنا في احتياج بقى للوصفات دي بعد العيد كده، تبقى سيمبل كده وتريح بطننا يعني. بالظبط، الاكل كتير في اللحوم والضاني والحاجات دي بوظ الدنيا. حلوه قوي، تسلم ايديكي يا حبيبه قلبي. تسلم ايدك يا روحي. ربنا يخليكي ليا يا رب ويبارك لي فيكي يا احلى مدام يسر في الدنيا. شفتوا طبعا طلع عاملة ازاي ومنظرها ايه؟ حاجة يعني حاجة تبسطك في السفرة بتاعتك وهي محطوطة. انا هنا هشتغل بايديا طبعا، هبتدي اعملهم كلهم مع بعض لحد ما يتجانسوا. اول ما يتجانسوا معايا ابتدي اعمل منهم قرص وخلاص، يعني كل اللي هحتاجه كم قرص كده وخلاص. نعملها على طول هنا على طول في الزيت. الزيت بنبقى بنسخنه ويبقى معايا حلو. شايفين بتبتدي تتشكل ازاي اهي؟ بس انا عايزه ادمجها كلها، يعني اول ما تبتدي معاكي بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده اهو، اول ما اعملها كده تبتدي معايا تتشكل عايزاها، بس انا عايزه كله يبقى حاجه واحده. الجبنه بقى على الخضار، زودي الخضار اللي انت عايزاها. ابنك ما بياكلش خضار، نضحك عليه زي ما هم بيضحكوا علينا، يروحوا يشيلوا الحاجه من الترابيزه وكانهم بياكلوا ويلفوا لفه كده ويخبوها في الركان. احنا كمان نضحك عليهم ونعمل لهم حاجه هم بيحبوها وياكلوها بطريقه حلوه قوي.
هنا انتوا كمان لازم تخلطوا بايديكم، ما ينفعش ما تخلطوش بايديكم خالص. هبتدي، عايزه البس بس جلافز كمان. كوثر سلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله. مغربيه؟ ايرانيه. شتي كنشم ريحه ديال البلاد. انا مغربيه. مرحبا. وانا مرحبا بك حبيبتي. تشرف لي يا حبيبه ديالي. كي دايره لاباس عليك؟ ايه تحفه والله. الا توحشت البلاد بزاف بزاف بزاف. وتهي توحشتك. على العموم انا تنتكلم معك من القاهره. مرحبا والف مرحبا حبيبه ديالي. مقيمه في مصر؟ انا عادي صار لي شهر دابا جيت. اوكي مرحبا بك والف مرحبا بك حبيبه ديالي، نورتي القاهره وسماها. والصراحه منورانا ومشرفه المغرب. بارك الله عليك حبيبتي. الله يطول لي في عمرك يا حبيبه ديالي. الله يبارك فيك. شكرا. بغيتيني ندير لك اي حاجه؟ امري. ربي يخليك حبيبه، ما يامر عليك عدو. الله يبارك. بغيت نقول لك اذا كان ممكن بغيت تليفونك، رقم تليفونك. خلي لي التليفون ديالك في الكنترول وانا غنعاود نتصل بك. عيوني اهو. انا حاسه اني مش هنا، يعني من شهر انا لازم اروح اشوف موضوع الطيران ده، عشان لو كان كده اجري للمغرب بقى خلاص. اهو 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 اهو. لا خالص، وحشتني مامتي جدا، وحشتني مامتي قوي 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 قوي. هنا عندي اهو. يا رب يا رب يخلي لكم حبايبكم جميعا. الله اهي. ابتدي الفها كده واخد بالي طبعا الزيت سخن، وخدوا بالكم انه يعني لازم نديها وقتها لحد ما تتحمر معانا وتبقى حلوه جدا. انا هنا هستغل الوقت وهي بتتحمر ونبتدي نقدم ايه؟ نبتدي نقدم البطاطس الجميله بتاعتنا. انا عايزه اغير ده الصراحه، مضايقني. واخد اقعد انا احمر في البطاطس بتاعتي واشيل الحاجات الحلوه دي اسربسها هنا، واعمل ايه؟ اطلع فاصل ارجع لكم على طول عشان نشوف القرص بتاعتنا اخبارها ايه ونقدمها برضو، ونشوف اللايف بتاعنا على صفحه الفيسبوك سي بي سي سفره برضو اخباره ايه وطلباتكم ايه. خليكم معانا. رجعنا لكم من الفاصل. تعالوا شوفوا معايا كمان القرص بتاعه البطاطس، حلوه قوي وتجنن، وجربوها مش هتندموا صدقوني، لانها فعلا حلوه قوي قوي قوي، تيستي قوي فوق ما تتخيلوا، مشبعه جدا. يعني الناس اللي بتحاول يعني ممكن نخفف اكلنا بيها بس ما ناكلش منها كتير، يعني هي واحده مشبعه جدا زي البرجر كده النباتي، يعني ممكن يشتغل معاكم برجر نباتي حلو قوي. وبس نشيل الجبنه اللي فيه عشان يبقى معاكم نباتي صح، بس كده. واعمليه بالشكل اللي تشوفيه بيبقى حلو قوي. وما تقلقيش ما تزوديش بيض كتير، عشان لو زودت بيض هتبقى معاكي ميعه او سايله بالزياده. لا انا عايزاها بالشكل ده، ما تقلقيش من الرز مش هيفتت معاكي نهائيا. اهو بالشكل ده، بتبقى حته واحده بس، اهم حاجه نقلبها بعد ما نحس انها تماسكت. عندنا ناس كتيره جدا في اللايف، عايزه اقول لكم اول حاجه انا بحبكم قوي قوي قوي، بقعد اقرا بالليل كل الحاجات اللي انتم بتكتبوها، سواء كان على الفيديوهات اللي بنزلها او على الصور او 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 كل حاجه كل حاجه، وببقى مبسوطه جدا وسعيده. رشا الحاج، انا اصال وريتال وفال من السودان، بنحبك كتير وانا بحبكم شديد وبموت فيكم اهل السودان، وبجد اطيب 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 ناس واجدع ناس قابلتهم في الدنيا كلها. عندي كمان هنا ازدهار، ازدهار وسام، منوره الدنيا يا زوزو، تحيه كبيره من المغرب، تحياتي للمغرب، وقولوا المغرب راه توحشوا بزاف بزاف بزاف.
وملك محمد بحبك يا زوزو وانا بحبك قوي يا ملوكة، وشكرا على مسجاتك كلها اللي بتجيلي والحاجات اللي انت بتبعتيها بجد ثانك يو. عندي اسماء ممكن طريقه لقمه القاضي يا زوزو عينيا الاثنين، وجدان حبيبه قلبي وروحي لاف يو تو حبيبتي ملك، وجدان طبعا المغربيه الحره ديالي تحياتي ليك تحيه كبيره من مصر ديكاس من مصر من القاهره تل الكازا، تحية كبيرة من الأردن. أم عبد الله الجميل ناصر طبعا تحياتي ليكم أهل الأردن حبايبنا وصحابنا. لافلي زوزو فروم مالطا، تحياتنا مالطا تقريبا في أسبانيا تقريبا إلا كنت عندي الحق ما نعرف، مهم أنا كنبغيكم بزاف لاف يو تو. وعندنا هنا إنجي مسعود، أنت أمر قوي تبارك الله عليك، شكرا حبيبتي عيونكم الحلوين وانتوا احلى واحلى واحلى. عايزه ساره علي، عايزه طريقه الرفيسه المغربيه لاني خلاص هولد من عيوني، غدا ندير لحقتي ننزل لك احلى طريقه ديال الرفيسه في الدنيا كامله، لانهم دابا ما غاديش يلقاوها في عندهم، غادي ننزلها لك حبيبه ديالي. ورشيدة من مراكش نورتي سفرة تبارك الله عليك، منورة بك حبيبتي رشيدة، مراكش من أحلى المدن العزيزة على قلبي طبعا، تحياتي ليك. وعندنا سامية عبد السلام، عوضية بنت نوري طبعا عشان ده كل كلام حلو ده بحتفظ بيه ليا بخبيه ليا أنا. هلا عبد الحميد، بقيتي تتكلمي كتير قوي يا زوزو، لازم اتكلم كتير عشان تفهمي وتبقي عارفه الوصفه ايه، ومش مطلوب مني ابقى سايلنت مش هتفهمي حاجه خالص، فلازم اتكلم طبعا عشان الناس كتيره جدا بتفهم بالكلام ده اكتر ما بتفهم من انها تشوف الحاجه ما بتبقاش عارفه المكون ده ايه، فلازم اشرح. احنا في برنامج لازم تتعلمي منه الاكل وده الهدف منه. وانا بحبك قوي يا زوزو ام رحمه، ام رحمه تحياتي ليكي حبيبتي. ايمي داوود بحبك وبحب لبسك جميل وطريقه كلامك حلوه قوي، تسلمي لي يا ايمي حبيبه قلبي. طريقه البراونيز هنزل لك براونيز دلوقتي حالا. نورهان احمد من توب فان تحياتي ليكي طبعا. محمد السيد مساء الفل عليكم، مساء الفل عليكم والورد والياسمين. تعالوا نشيل القرص دي عشان اهي اتحمرت معانا ما فيه كفايه، نشيلها تبقى معانا حلوه. الله، الاحجام تحكمي فيها براحتك، يعني شوفي الحجم اللي انت عايزاه اعمليه براحتك على الاخر، بس انا بعملهم هنا كبار. ليه بعملهم كبار؟ عشان يكفوا اللي هياكل واحده، هي واحده بتاعته يشيلها في الطبق بتاعه وخلاص تبقى معاه حلوه قوي. حتى في الضيافه بتبقى الحجم ده معقول، لو عايزاها تعمليها مينيهات حاجات صغيره خالص براحتك تبقى معاكي برده حلوه قوي. براونيز الرفيسه بكره، الرفيسه بكره انزلها براونيز بس. الرفيسه من الاكلات المغربيه الحلوه جدا، بنعملها للبنات او للستات اللي خلاص يعني على وش الولاده او بعد ما يولدوا بنعمل لهم الرفيسه على طول. نيرال سلام عليكم، اهلا 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 وسهلا، تكلمينا تاني يا روح قلبي. هم وصفاتي بالبطاطس، طبعا انتوا عارفين احنا سبق وعملنا وصفات كتيرة جدا بالبطاطس وعملنا فيها حاجات كتيرة قوي لا تعد ولا تحصى، ولسه هنعمل حاجات اكتر واكتر واكتر. عايزة اقعد ادردش معاكم لحد ما ايه وبعدين ابقى افكركم، بس وانا بكلمكم ينفع ننزل لهم المقادير مرة كمان لانه ناس كتيرة جدا تطلبها. البراونيز على الشاشة موجودة، وهننزل بالتتابع برضو البشاميل مع البطاطس مع البطاطس برضو. ونقرأ احنا بقى باستيلا بريستيج بليز يا زوزو، عيوني الاثنين باستيلا المغربية الطبق المغربي الشهير والرفيع يعني بصراحة. طريقة عمل براونيز على الشاشة اهي، ومكرونة بصوص ابيض وايت صوص عيوني الاثنين، ننزل وايت صوص برضو لو فضل عندنا وقت النهارده ننزل كل حاجه. وطريقه العمل الكسكسي المغربي من عيوني الاثنين، ناس كتيره جدا بتختلف
وبتسأل على موضوع الكسكسي، انه يا جماعة طبق الكسكسي بتتبلته بشكله بطريقته، هو الكسكسي المغربي معروف يعني في الدنيا كلها، في العالم كله معروف طبق الكسكسي المغربي، مع العلم انه حبات الكسكس نفسها مش التتبيلة بقى والخضار والحاجات دي، الحبات بتاعت الكسكس نفسها بتستعمل في بلدان كتيرة جدا في العالم كله بتستعمل، بس بلاقي جدل كبير جدا الناس مش قادرة تستوعبه، او بعض من الناس عشان خلينا ما نعممش مش قادرة تستوعب ان الشكل الهرمي التتبيلة اللي احنا بنعملها المغربي، الخضار كسكسو بسبع خضاري بالتفاية، ده طبق مغربي الاصل من قديم الازل. الحلو احنا بقى في الكسكسي ما بنسميهوش كسكسي حلو، بنسميه صفة، بنقول له صفة يعني بيخش ضمن القوائم بتاع الحاجات الحلوة، الصفة بنسميها الصفة، ف يعني خلي بالكم من الحتة دي ضروري. عندك أمنية عبد الله؟ أنا بحبك جدا يا زوزو، وأنا كمان يا حبيبتي، love your dress thank you، وأحبك هواية زنوبة الحلوة، تحياتي للعراق وأهل العراق الحلوين. المولتن كيك يا أجمل شيف يا رهاني، عيوني الاثنين أحلى مولتن كيك. وإيه أكتر أكلة مصرية بتحبيها؟ الكشري، بعشق حاجة اسمها الكشري، وأقعد على الرصيف وآكل وتلاقيني لابسه الجينز والتيشيرت وما يغركوش خالص، يعني وربطه شعري وقاعده باكل الكشري، بحبه جدا 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 جدا، ممكن اكله وعيش عليه بس شويه، بس ما بحطش فيه الدقه خالص عشان بيعمل لي مشكله في المعده، بس ده اقل ولا اكتر، بس لا بحبه جدا، احبه مشطشط، واروح مصر الجديده اكله، واجي هنا في وسط البلد اكله، لا بحب جدا فوق ما تتخيل. دي كانت حلقتي، بحبكم قوي، عملنا صينية بشاميل حلوة قوي، كل الطلبات اللي طلبتوها هنسجلها، وبكرة إن شاء الله هتنزل أول الحلقة بإذن الله لو ربنا ادانا عمر. وخدوا بالكم من نفسكم أرجوكم، ما تنسوش البسوا الماسكات بتاعتكم، اعتنوا بنفسكم على قد ما تقدروا، طهروا إيديكم قبل كل أكلة، بليز لازم تطهير الإيد قبل كل أكلة لينا ولولادنا من الحاجات الأساسية ما نتهاونش فيها. كمان عايزة أقول حاجة لله كده، يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وانتوا كمان شاركوها، ثلاث حاجات تقينا من إن شاء الله بإذن الله يعني تقينا من كل شر ومن كل الأمراض. ليمونة على الريق وعصروها في مية دافية، ولازم تبقى سخنة، ميلوا للمشروبات السخنة، سيبوا المشروبات الساقعة الفترة دي. ليمونة الصبح مع مية سخنة ونشربها على الريق من غير ما نحليها. لأطفالنا ممكن نديهم شوية عسل فيها عادي جدا، بس ضروري جدا لأن الليمون فيه فيتامين سي مركز جدا بطريقة رهيبة. توم يا ناكله كده واحدايه، فص واحد على الريق كده ونبلعه كانها حبايه بتاعه الدواء كبيره، وناخدها فص توم لانه بيقتل كل الميكروبات والبكتيريا اللي بتبقى في الجسم الصبح على الريق برضو، يا اما نخلطها مع شويه زيت زيتون وندوس عليها لحد ما تتشوح، ونعملها في بطرمان ونعملها بالمعلقه، ناكل معلقه صغنطوطه كده اللي هي معلقه سكر، حتى مش معلقه الطعام الصغيره، لا معلقه السكر خالص صغنطوطه، ناخد معلقه صغيره على الريق لو هنستحملها، ما استحملناش ناكلها كده. كمان ناكل الفاكهه الطبيعيه على قد ما نقدر، على قد ما نقدر، خصوصا الحاجات اللي فيها فيتامين سي، البرتقال، الليمون، لو مش قادره تجيبي برتقال جيبي ليمون، كيوي، كلي فلفل برضو في الخضار، فلفل احمر كتير جدا بيبقى فيه الموضوع، الفيتامين بيبقى عالي فيه، الطماطم، بس ناخد بالنا الناس اللي عندها املاح ما تقرب لهاش. عايزه اقول كمان لربنا إزازة جنزبيل كده، جنزبيل فريش، ناخده ونبشر الجنزبيل حلو قوي، ونحطه في سرة شاش كده طبي يكون معقم، ونحطه يغلي مع المية مدة نص ساعة كده، وناخد المية دي نحطها في بطرمان أو نحطها في شفشق ونحطها في التلاجة ونخليها تسقع، نضيف عليها بس ورق نعناع وشوية سلايز ليمون، هتساعدكم على التخسيس وهتحميكم برضو من كل الحاجة، الوقاية خير من العلاج، خدوا بالكم من نفسكم، بحبكم جدا فوق ما تتخيلوا، أشوفكم في حلقة جديدة بكرة في رعاية الرحمن.